والله العظيم احنا تعبنا من قعدنا في الصحراء، والله العظيم احنا تعبنا خالص يعني، عاوزين نروح. احنا النهارده الثلاث 14/4 نروح ولا مش نروح؟ قولوا لنا. خلاص دخل علينا رمضان، المدن بتاعتنا كل اللي كنا في السعوديه اللي في المدينه اتقفلت، واللي في الرياض اتقفلت، واللي في تبوك اتقفلت، مش عارفين نرجع يا جماعه، والله ما عارفين نرجع. شوفوا لنا حل. احنا نخت قاعدين في الصحراء، خلصنا فلوس عشان نقعد في الفنادق، خلصنا فلوس عشان ناكل ونشرب، وفي الاخر بتاع السفر جاي يقول انا هجيب لكم معونات. احنا مش مستنيين شحاته من حد، مش مستنيين اي معونات من حد. شوفوا لنا حل يا اخي. احنا بينا وبين مصر 200 كيلو، العباره واقفه، لا ما تحملناش في العباره يعني، ونروح.